مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونروح بقى لأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما متعودين كل يوم. وهيكون معانا مراسلتنا الجميلة سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا سالة صباح الفل عليكي، وسامعينك أنا وكريم وعايزين نعرف أخبار النادي الأهلي الأخيرة منك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، ويعني يا رب ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل والخير على كل اللي بيتابعونا. يمكن بالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي انا بالفعل موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وطبعا فرقه الرياضيه. يمكن كمان الاخبار اللي معانا النهارده مش هتكون بس اخبار عن الفرق الرياضيه، كمان اخبار اجتماعية خاصة بأعضاء النادي الأهلي في جميع فروعه. يمكن خليني أقول لكم أن النهاردة لجنة المرأة برئاسة الأستاذة أنهار أنديل يعني تحت إشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية هتنظم النهاردة ندوة تحت عنوان التجميل حكاية لازم تتحكي، وده هيكون بحضور طبعا يعني كل اللجنة وكل أعضاء لجنة المرأة وأكيد أعضاء اللجنة العليا للجان. واللي هيقوم يعني بالندوة دي هيكون الأستاذ والدكتور عبد الناصر النجار، استاذ ورئيس قسم جراحه التجميل كليه طب جامعه بني سويف. يمكن هيكون يعني الدكتور عبد الناصر النجار موجود في الندوه، هيتكلم يعني عن اكتر المواضيع الخاصه بالسيدات يمكن كمان اللي بيحبوها وهي التجميل، فهيكون موجود النهارده ان شاء الله يعني في الندوه، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء يعني بالتحديد من امام الشاشه الرئيسيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مش بس يعني دي الانشطه او الايفنتس اللي هتنظمها لجنه المراه خلال الايام القادمه، كمان يوم السبت القادم ان شاء الله لجنه المراه هتنظم يعني زي يوم رياضي للسيدات على مجمع حمامات السباحه، واليوم ده هيبتدي يعني من الساعه 9 للساعه 2 الظهر، وهو هيكون عباره عن يعني يوم رياضي بالتعاون مع اداره الجيم وطبعا الكباتن السيدات الموجودين في الجيم هنا في الجزيره وبعض الانشطه. فكل ده يعني هيكون موجود في اليوم الرياضي ده يوم الثلاث يوم السبت عفوا. فبقول يعني لعضوات النادي الاهلي اللي حابين ان هم يجوا ويشاركوا في اليوم ده يجوا عادي جدا، ما فيش اي مشكله، ويجوا يشاركوا من الساعه 9 للساعه 2 على مجمع حمامات السباحه من غير ما يعني يسجلوا اسمائهم او ارقام تليفوناتهم في مكتب العلاقات العامه. ده بالنسبه للاخبار المتعلقه باعضاء النادي الاهلي واكيد الانشطه اللي بتقدمها اللجان في جميع فروعه. وخليني بقى اروح لاخبار فريقنا فريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، وبعد المباراه امس مباراه الاهلي والجونه اللي طبعا يعني اقيمت على استاد خالد بشاره في الجونه وانتهت بالتعادل ما بين الاهلي والجونه، 3 اهداف للاهلي وثلاث اهداف لل الجونه. يمكن مستر بيتسو موسيماني يعني هوند بعد المباراه قرر ان هو يريح لاعبي النادي الاهلي لمده 24 ساعه النهارده، وان شاء الله هيرجعوا بكره يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 استعدادا ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون اكيد في الجوله ال 34 والاخيره من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم امام اسوان، والمباراه ان شاء الله هتكون في تمام الساعه 9 مساء وهتقام على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه لفريقنا فريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لكواليس يعني فريقنا فريق كره اليد في المغرب، وطبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس. يمكن طبعا يعني لاعبي كره اليد هناك موجودين حاليا للمشاركه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. يمكن نادي الاهلي طبعا يعني وقع او يعني كان موجود في المجموعه الاولى مع نادي فاب الكاميروني ونادي ريد ستار الايفواري واكيد نادي سكوتو ريما النيجيري. يمكن اول مباراه كانت نادي الاهلي امبارح امام سكوتو ريما النيجيري، والمباراه دي اقيمت على صاله المسيره بمدينه مكناس المغربيه وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 46-26 بفارق 20 نقطه يعني ما بيننا وما بين نادي سكوتو ريما النيجيري، وده طبعا يعني في كره اليد فارق كبير جدا 20 نقطه ما بيننا وما بين اي فريق في المباراه. يمكن النهارده ان شاء الله يعني الفريق عنده تدريب الساعه 2 هناك في مدينه مكناس المغربية، والساعة 8 عنده زي محاضرة فنية مع كابتن طارق محروس والجهاز الفني عشان طبعا يكلموهم عن المباراة القادمة ونقاط الضعف والقوة اللي موجودة عند نادي ريد ستار الإيفواري اللي هيكون معانا ان شاء الله مباراة معاهم يوم الخميس القادم في تمام الساعة 6 مساء، وده طبعا هيكون ضمن منافسات دور
دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة في دولة المغرب. ده بالنسبة لفريقنا كمان وكواليسه في دولة المغرب. خليني بقى أروح استكمال لجميع أخبارنا الرياضية، إنه أقول لكم إنه مبارح يعني فريقنا الفريق الأول لتنس الطاولة رجال مبارح وصلوا بالسلامة للقاهرة من يعني دولة الأردن بعد تتويجهم بلقب البطولة العربية للأندية، واللي يعني حصلوا على البطولة في المباراة النهائية امام نادي قطر القطري بنتيجه 3-1. طبعا بعد ما قدموا يعني اداء متميز جدا طوال البطوله. يمكن كابتن الخطيب زي ما قلت امبارح ان هوند ان هو هناهم بعد المباراه النهائيه، واشاد يعني بالروح وبالاداء اللي كان عند لاعبي النادي الاهلي طوال البطوله. فيعني امبارح اللعيبه وصلت بالسلامه للقاهره، وكمان السيدات يمكن وصلوا في الايام الماضيه، وحاليا الاثنين هيكونوا في راحه لمده كام يوم وهيعودوا مره اخرى للتدريبات عشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد واكيد للدوري عشان طبعا يحصلوا على لقب الدوري للموسم الجديد. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، كمان يعني مش بس اخبار رياضيه، كمان اخبار اجتماعيه ليها علاقه باعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه. انا طبعا معاكي انا هواند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو اتكلم ليكي طبعا يا هواند. تفضل. انا بشكرك جدا اكيد انا وكريم يا سال على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا.